اخر مره حكينا عن شو بناكل قبل الرياضه، فهذا الشيء برجع بذكركم انه بيرجع لكم، بس ما لازم تكون وجبتكم كثير ثقيله. وبس تخلصوا الرياضه، يعني مثلا تنقول انتم تغديتوا على الساعه 2، اخذتوا سناك صغير، فتوا على الجيم على الساعه 5، كثير كثير طبيعي انه من بعد ما تخلصوا سبور ترجعوا تتعشوا، وتعشوا العشاء تبعكم العادي مش مرتين زياده لانكم عاملين سبور تروحوا كل اللي روحتوه بالسبور. هاي اول شغله ضروري جدا انه تعرفوا انه نحن بصحي وسريع كثير ضد المكملات الغذائيه، الواي بروتين والاشياء والبروتين شيكس، هدول كلهم ما بنحبهم. اذا بدكم تاخذوا شو بتاكلوا من بعد الرياضة، انا برأيي شي عادي عشا لبناني، ساندويشات، ساندويش لبنة، ساندويش جبنة، اذا بتحبوا تتعشوا شقفة ستيك لحمة او شي، بس حدا بده يكون في نشويات عادية. واذا كنتوا من الاشخاص اللي كل النهار بتقضوها بالشغل عم تاكلوا اشياء ناشفة مثل ساندويشات، بس ترجعوا على البيت من بعد الجيم في صحن طبخ، اكيد هون بيكون احلى نهار واحلى وقت سوري انكم تاخذوا هالطبخه هيدي. فانا باعتقادي المتواضع وبعد 23 سنه خبره ما في قانون انه الواحد شو لازم بس ياكل بعد الرياضه، اهم شيء عم تعملوه تكونوا مرتاحين فيه، قادرين تكملوه مش على جمعه ومش على جمعتين ومش على سنه، كل حياتكم. تذكروا انه لازم تنسوا الرجيم وتعيشوا صحي وسريع.